كنت يوم الخميس اجلس مع احد اصدقائي وكان ممتن بشكل كمواطن مصري مخلص الى ما يتم في البلد، لكنه كان بيسال وبيقول لي: لكن يا اخي انا في حاجه بس يعني مش قادر افهمها واهضمها، هي العاصمه الاداريه الجديده دي بالتكاليف بتاعتها دي بتمثل عبء على الموازنه العامه للدوله بشكل يعني كان في اولويات يعني. فقلت له يعني ما افهمه وما اثق فيه انه الدوله ماشيه في كل القطاعات بشكل متوازي، عندي اصلاح التعليم، عندي اصلاح الصحه، عندي الاصلاح الثقافي، عندي بناء الانسان، عندي المدن الجديده، عندي الاسكان، عندي الزراعه، عندي الصناعه، عندي البنيه التحتيه، عندي التسليح، عندي كل شيء شغال في وقت واحد، ما فيش حاجه واقفه بشكل متوالي، لا بشكل متتالي. واكدت بما لا يدع مجال للشك، وانا بقول لصديقي وبقول لكل الاصدقاء وكل المتابعين اللي بيسالوا نفسهم الشيء بالشيء يذكر، النهارده الرئيس بيتابع العمل في العاصمه التاريخيه اللي هي القاهره، هتتحول شكل القاهره التاريخيه الى شكل اخر تماما، هنشوف ونتابع هذا الشكل خلال الشهور القليله الماضيه، لكن بؤكد انه لم تتحمل الخزانه العامه للدوله، الموازنه العامه للدوله، ميزانيه الدوله لم تتحمل جنيه واحد في المدن الجديدة وبما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، لأنه دي كمشروعات من داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عندها أراضي، بتبيع أراضي، بتعمل زيادة على الأراضي، بيجي لها إيراد، بتخش شراكة. العاصمة الإدارية الجديدة وكل المدن الجديدة طالعة من هذا، من داخل ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولم تكن العاصمة الجديدة أو المدن الجديدة المنصورة الجديدة والمنيا الجديدة ودمياط الجديدة وغيره لم تكن إلا نتاج لهذه المشروعات، ملهاش علاقة بالميزانية العامة للدولة. ودي شغل اقتصادي جديد، واحد يقول لي يعني مش طالعة كله ما هو بتاع الدولة، أيوه كله بتاع الدولة لكن مش من ميزانية الدولة، يعني لم نقتطع جزء من ميزانية الصحة ونخصصها للعاصمة الإدارية الجديدة. ده مش كلامي، ده كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي. نتابع. والله 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 كل المدن الجديدة دي ما معمولة من موازنة الدولة، أنا بحلف بالله. طب بتتعمل إزاي؟ يعني أنت يعني بتحفروا بتجيبوا فلوس من الأرض؟ لا والله ما كده خالص، والله الحكاية ما كده، الفكرة بسيطة خالص، إن إحنا بنحول الأراضي اللي ملهاش قيمة، وأنا قلت لكم الحكاية دي قبل كده، الأراضي اللي ملهاش قيمة بإن إحنا بنخش نعمل في أسيوط الجديدة طريق هتشوفوه خلال يعني الشهر الجاي بالكتير، محور طوله لغاية حتى ال نعبر بيه بين يعني النيل الغربي والنيل الشرقي أو الضفة الغربية والضفة الشرقية للنيل، ومدينة أسيوط على جنب المطار هناك. عملنا حي وطرحناه للبيع، وعملنا أراضي وطرحناها للبيع، البيع ده هو اللي بناخد الفلوس بتاعته ونعمل بها الشغل. الكلام ده ينطبق على العالمين، ينطبق على المنصورة، ينطبق على أسيوط، ينطبق على المنيا، ينطبق على أي حاجة من ديت، إن إحنا بنحاول نحول أراضينا التي كانت قيمتها محدودة جدا جدا إلى أراضي ذات قيمة مرتفعة من خلال تطويرها. هي الحكاية كده، بما فيهم العاصمة. أيوة بما فيهم العاصمة، ما للمطورين اللي اشتروا واللي الناس اشترت منهم الشقق والفلل في العاصمه دي جابتها منين؟ ما هي دي اراضي طرحتها شركه العاصمه ليهم، والفلوس بتاعت اللي اتخذناها بنعمل البنيه الاساسيه.